العلمية اليوم بشأن دراسة التوصيات الصادرة عن دور الأعضاء حول ملف التقرير الدوري الشامل الليبي في إطار عمل ونشاطات مؤسسة السبيكي العمل الأهلي بخصوص تطوير ملف حقوق الإنسان وإقامة النشاطات والندوات ذات العلاقة لتسليط الضوء على هذا الملف المهم. وبالتعاون مع مكتب حقوق الإنسان بوزارة الدفاع يسعدنا ويشرفنا اليوم استضافتكم في إقامة هذه الورشة سعيا منا في تطوير والعمل على الاهتمام بملف حقوق الإنسان. وجودنا اليوم سيكون بخصوص دراسة ومناقشة التوصيات الدول الممثلة في الأمم المتحدة حول تقرير الدوري الليبي الشامل في الدورة الثانية. طبعا تقرير الدوري الليبي للاستعراض الأول كان في سنة 2010 وانعقدت الدورة الثانية التي قدمت أهم وأبرز توصيات. هو لقاء مؤسسات المجتمع المدني وبعض الخبراء المتخصصين في مجال حقوق الإنسان في ليبيا. أهمية هذا اللقاء ترتبط بأن الحضور سيعبرون عن رأي المجتمع الليبي أو الشعب الليبي في هذه الوثيقة التي ستعرض، فهو لقاء تمثيلي تنقل من خلال هذه الجلسة بعض الملاحظات بعض التوصيات بشأن هذه التقارير كما أكد الأستاذ المعجلة. برضو أهمية هذا اللقاء وهذا التقرير، طبعاً ليبيا تعيش ظرف استثنائي بعد الثورة وبعد التحرير بسبب وجود بعض النزاعات والخلافات والانقسامات على المستوى السياسي والعسكري انعكس على المستوى الإنساني وعلى المستوى الاجتماعي. هذا التقرير يأخذ طابع وأهمية استثنائية، و حقوق الإنسان وهذا العمل عمل روتيني للأمم المتحدة بصورة دورية ودائمة، لأن هذا العمل وهذا اللقاء وهذا التقرير له أهمية استثنائية بسبب الظرف اللي تعيشه ليبيا الاستثنائي واللي حدث فيه العديد من المخالفات التي تعد مخالفات بالنسبة لحقوق الإنسان وفق المعايير الدولية. مشاركتكم الفاعلة، مشاركتكم الموضوعية، إدلاءكم بملاحظاتكم وخبراتكم في هذا الشأن لها قيمة كبيرة في صياغة تقرير يتضمن ملاحظات تعبر عن حقيقة الشرع الليبي وعن الشعب الليبي في هذا المجال وفي هذا القطاع. نبدأ بإذن الله في تداول هذه التوصيات. أقترح أن يقوم الدكتور مسعود بتلاوة هذه التوصيات، يا أما تلاوة وسرد متكامل لهذه التوصيات، يا أما نتلو هذه التوصيات توصية توصية ثم يقوم الحضور تقريبا كل منكم أمامه هذه الوثيقة. هو نبدأ بالتوصية الأولى على طول. يعني التوصية الأولى اللي كانت من دولة أوغندا تتعلق بالانضمام إلى اتفاقية حقوق الإنسان الدولية عاقة. التوصية الثانية أو اثنين التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي ليست ليبيا طرفا فيها، التصديق على معاهدة حقوق الإنسان الدولية أو التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية الخاصة بالاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب ونظام روما الأساسي الخاص بمناهضة التعذيب، الاتفاقية الخامسة اللي هي التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، كذلك أيضا الاختفاء القسري اللي بعدها، النظر في أن تصبح ليبيا طرفا في الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم، الانضمام لاتفاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التصديق على نظام روما الأساسي وتنفيذ التدابير المناسبة للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التصديق
التصديق فورا على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، النظر في التصديق على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 67، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين وطالبي اللجوء، الانضمام إلى اتفاقية 1951 المتعلق بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 ووضع آليات لتحديد وضع اللاجئين، التصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين، التصديق والتنفيذ الصارم لمعاهدة تجارة الأسلحة دون تأخير، إزالة التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتخاذ تدابير خاصة لصالح المساواة بين الجنسين. يعني نتناول هذه المعاهدات هذه او الاتفاقيات اللي مطلوب التصديق عليها من الطرف الليبي، ممكن نقفوا على عند هذه الاتفاقيه وممكن نفتح باب الكلام او باب المناقشه للمجموعه اذا كان في اي ملاحظات او شيء. المطروح الان مش تفعيل الاتفاقيه او تفعيل القانون، هذا موضوع ثاني. المطلوب الان القبول بهذه التوصيات، التوقيع على اتفاقيات ذات العلاقة بهذه التوصيات، هذا اللي نناقشه فيه، يعني علاقة ليبيا في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، التوقيع على اتفاقيات، القبول بهذه المقترحات. بعض هذه المقترحات مثلا لا تتوافق مع العديد من القيم بتاع المجتمع الليبي على المستوى الأخلاقي والديني والثقافي مثلا، يعني فهمنا التركيز على بعض المقترحات الواردة في هذه الوثيقة التي لا تتوافق مع قيمنا وأدبياتنا وأخلاقنا وسلوكنا الاجتماعي وغير ذلك من الأشياء. توصية بالانضمام، وبعض أو البعض الآخر جاء بالتصديق. الصحيح هو انضمام ليبيا وليس تصديق ليبيا، لسبب بسيط، لأن التصديق هو إجراء يحتاج إلى توقيع سابق لي، والتوقيع على نظام روما الأساسي أقفل في شهر 7 تقريبا من سنة 2000، وبالتالي لا يتصور أي دولة حتى سنة 2000 في شهر 7 مدام وقعتش لا يتصور أنها الآن تصدق، وإنما لها الحق في أن تنضم لنظام روما الأساسي. فالتصديق لابد له من توقيع سابق، وليبيا لم توقع في سنة 2000، وبالتالي ليبيا الآن تنضم أو لا تنضم لنظام روما الأساسي. طبعا مسألة الانضمام وعدم الانضمام لها سلبيات ولها إيجابيات، يعني فقط حاب نطرح بعض الإيجابيات وبعض السلبيات، لأن نراه الحديث بعمق وفي تفاصيل قد يأخذ منا جلسات مطولة، يعني لأن موضوع مهوش موضوع فني، موضوع مش بسيط ومش سهل يعني. ولكن علنا نبدأ بالإيجابيات للانضمام لنظام روما الأساسي. لا شك بأن المحكمة الجنائية الدولية ICC هي المحكمة الجنائية الدولية الدائمة كما توصف. هناك محاكم جنائية مؤقتة سابقة في سنة 45 و46، طبعا كانت نورنبرغ وطوكيو أو ما تعرف بالشرق الأقصى. في سنة 93 أنشئت أيضا محكمة جنائية مؤقتة ليوغوسلافيا السابقة، أيضا لرواندا في 94، سيراليون في 2002، وأخيرا آخر المحاكم المؤقتة كانت هي محكمة لبنان في 2007 طبعا. لكن المحكمة الجنائية الدولية لها طبيعة خاصة، هي جاءت أولا للقضاء على ظاهرة المحاكم المؤقتة، هذا واحد. ولعل البعض يتساءل على لماذا يعني أنشئت محكمة لبنان تالية للمحكمة الجنائية الدولية، لأن محكمة لبنان تتعلق ما تتعلقش بقضية جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وبيئة الجماعية، وإنما هي اغتيال شخص كان مسؤول في الدولة اللبنانية، ولبنان هي من طلبت المساعدة والعون لها. ولكن المحكمة الجنائية الدولية الآن تقريبا قضت على كل المحاكم المؤقتة وأصبحت محكمة دائما، لها العديد من المبادئ الراسخة كمبدأ الشرعية، عدم تطبيق نظام روما على وقائع حاصلة قبل أن يصبح هذا النظام نافذ، طبعا أصبح نظام روما نافذ في 1/7/2002، عدم تكرار المحاكمة لذات الشخص على ذات الفعل مرتين، أيضا من المبادئ الراسخة أصبح في نظام روما الأساسي، هو أيضا التفريد العقابي والذي يملك قضاة الدائرة الابتدائية والدوائر الاستئناف على حسب مرحلة نظر الدعوة، وهذه من المبادئ أيضا التي رسخها قانون العقوبات الليبي بكل تأكيد، الكل يعلم ذلك. أيضا من الإيجابيات ولعل من الأهداف السامية التي جاء بها نظام روما الأساسي هو الحد من ظاهرة عدم الإفلات من العقاب، وهي مسألة في غاية الأهمية. يعني كانت القوانين الوطنية في كثير من دول العالم كانت قاصرة على ملاحقة كل المجرمين، خاصة مرتكبي الجرائم التي تقود مضجع الإنسانية والبشرية بجمعاء يعني بصفة عامة، كالجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب بكل تأكيد بكافة تصنيفاتها وصورها.
وكانت القوانين الوطنية تمنح عادة ما ترتكب هذه الجرائم من مسؤولين في الدول الوطنية، والدول كانت تمنح في حصانات، سواء كانت حصانات موضوعية لرؤساء الدول والمسؤولين العسكريين أو السياسيين، أم حصانات إجرائية كالطلب والإذن وما إلى ذلك، وأحيانا تتحصل عليه وأحيانا ما تتحصلش عليه. فجاءت المحكمة الجنائية الدولية وقالت أي شخص يرتكب جريمة تمس المصلحة العليا للمجتمع الدولي بصفة عامة وتعتبر جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب أو جريمة إبادة جماعية أو جريمة عدوان، يعني وإن كان جريمة العدوان الآن موقوف العمل بها، يعتبر مرتكب لجريمة دولية، وبالتالي لا تحول الحصانات اللي يتمتع عليها لا دوليا ولا داخليا دون مساءلة دون معاقبة. فبالتالي مسألة عدم الاعتداد بالحصانات أيضا هذه أحد الميز التي جاء بها نظام روما الأساسي، والدليل على ذلك بأنهم الآن يحاكم سيف القذافي ويحاكم السنوسي وأيضا يعني باقبو اللي كان رئيس في ساحل العاجوة والآخري، البشير الذي يتمتع بحصانات أيضا صدر ضد أمر قبض. فهذه كلها ميزات، يعني ميزات عدم محاكمة أو عدم حيلولة الحصانات الداخلية دون ملاحقة الجنائية للمسؤولين. أيضا لا شك بأن النظام المحكمة الجنائية الدولية دخل في صدام حينما اجتمع المفوضين في روما في سنة 98، حصل صدام حول أو نقاش كبير حول اصطدام نظام روما بسيادة الدول، فوضعوا نظام اسمه مبدأ التكامل، هو الذي يحكم العلاقة ما بين القضاء الوطني ونظام روما الأساسي. ويقصد بمبدأ التكامل أن القضاء المحكمة الجنائية الدولية ليس قضاء بديلا على القضاء الوطني، وإنما هو مكمل. متى ما كان القضاء الوطني غير قادر أو عاجز على إجراء المحاكمة، هنا تتدخل المحكمة الجنائية الدولية وتباشر المحاكمة مباشرة دون حاجة إلى تدخل الدولة الوطنية بحجة عدم القدرة وعدم العجز. فهذه أيضا تعتبر ميزة للقضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب. لعل هذه أهم السمات، أو خلينا نقول يعني باختصار أهم الإيجابيات التي جاء بها نظام روما الأساسي. لا شك بأن النظام روما الأساسي له العديد من السلبيات. أولا حينما تصبح طرف في نظام روما الأساسي وتنضم ليبيا لنظام روما الأساسي، يصبح من حق مكتب المدعي العام مباشرة أو أي دولة طرف، طبعا الآن دول الأطراف في نظام روما الأساسي تقريبا تجاوزت 120 دولة، يعني 122 أو 123 دولة، من حق أي دولة من هذه الدول أن تحرك الدعوة الجنائية أو أن تطلب تحريك الدعوة الجنائية في مواجهة الدولة الليبية أو أشخاص ليبيين يحملون جنسية الدولة الليبية، لأن ليبيا إذا ما أصبح الطرف يصبح من حق أي دولة طرف أن تطالب بتحريك الدعوة الجنائية، يعني يا إما مكتب المدعي العام أو أي دولة طرف في نظام روما الأساسي. وهذا يفتح المجال أمام دول لربما تربطنا معها عداء مستقبلي أو آني أو كذا، حتى من باب الكيد أحيانا ومن باب التدخل في الشأن الداخلي الليبي، يعتبر فيه مساس وانتقاص من سيادتنا ولربما منازعتنا في اختصاص جنائي داخلي يكون للقضاء الليبي القدرة على محاكمة مرتكبيه. أيضا مسألة مبدأ التكامل كيف ما هو إيجابية، البعض ينظر بأن أيضا له زاوية سلبية. وين الزاوية السلبية تحديدا؟ قلنا بأن قضاء المحكمة الجنائية إذا ما كانت ليبيا دولة طرف لا يستطيع أو لا تستطيع المحكمة الجنائية الدولية لا تتحرك إلا إذا كان القضاء الليبي غير قادر وعاجز عن المحاكمة. لكن من يحدد عدم القدرة وعدم العجز؟ هنا السؤال، من يحدد عدم القدرة وعدم العجز هو المحكمة الجنائية الدولية. فالمحكمة الجنائية الدولية هنا خصم محكم في آن واحد، وهذه أيضا سلبية. أيضا من سلبيات نظام روما الأساسي هو التدخل الواضح من قبل مجلس الأمن، التدخل في الإحال كما حاصل اليوم في الحالة الليبية، والأدهى والأمر هو التدخل في وقف الدعوة الجنائية تجاه أي دولة. يعني بكرة لو رفعت دعوة جنائية مثلا في اتجاه أمريكا من الدولة الليبية مثلا على اعتبار أن شخص أمريكي مثلا ارتكب جريمة فوق أقليم الدولة الليبية، يجي مجلس الأمن خدمة للحكومة الأمريكية أو الحكومة الفرنسية، طبعا فرنسا مثلا دولة طرف في نظام روما الأساسي، أو بريطانيا، ويطلب مجلس الأمن وقف إجراءات التحقيق. من حق مجلس الأمن أن يعلق إجراءات التحقيق لسنة، والسنة هذه قابلة للتمديد أيضا. هذه أيضا من سلبيات نظام روما الأساسي. يعني هي سلبيات كثيرة وإيجابيات كثيرة، ولكن هذه بعض الإضاءات أو بعض الملاحظات فقط. لا، ما وانا مش واصل لرأي، يعني إذا كان وصلنا لرأي يصبح نعم. الخطوات العملية اللي اتخذناها احنا، مش عارف الصوت إذا كان هو واضح. الخطوات العملية اللي اتخذناها نحن في وزارة العدل كلجنة مختصة في شهر يناير الماضي، بدأنا في بعض
الندوات العلمية وورش العمل. وللأمانة نحن اتجهنا مباشرة إلى بيوت الخبرة، إلى كليات القانون في الجامعات الليبية، درنا ورشة عمل كانت أو ندوة علمية في جامعة الزاوية في كلية القانون في سرمان تحديدا بأفرعها الثلاث في الزاوية وسرمان وزوارة، أيضا في جامعة مصراتة، أيضا في لنا تعاون مع جامعة طرابلس، أيضا كان لدينا ورشة عمل في وزارة العدل وهذه كانت البكورة والفاتحة هذا العمل، وحضروها أعضاء من المؤتمر الوطني والسادة وزارة الخارجية وبعض السادة المسؤولين في والمعنيين بالمحكمة الجنائية الدولية في إداراتنا العامة في ليبيا. وللأمانة هناك تضارب في بعد ما تطرح وجهات النظر، هناك تضارب في الآراء، هناك من يرى بأن الانضمام مجدي، هناك من يرى بأن الانضمام في هذا الوقت تحديدا يعني غير مجدي لأن ليبيا لازالت داخلة في ربكة، وبالتالي هذا سوف يفسح المجال أمام محكمة جريمة للتدخل السافر حتى للاعتداء على وليتنا القضائية الداخلية. ولكن الموضوع لابد أن يناقش، لابد أن يطرح، إحنا مش شرط أن نأخذ القرار اليوم أو بكرة أو بعد سنة، يعني ممكن الموضوع يأخذ منا 3 أو 4 سنين أو 5 سنين، ولكن لابد وحسب وجهة نظري لابد أن نناقش مسألة مدى جد انضمامنا للنظام الرومي الأساسي. شكرا لكم ونتمنى لكم التوفيق. احنا بنعرض قلنا من يرى القبول بهذه التوصية، لا أقول الانضمام اللسان، من يرى القبول بهذه التوصية كما قلت القبول بالتوصية مش الانضمام، ما عندناش قرار منها قبول بتوصية أو تأجيل القبول بها، هكذا استفادة الدراسة. من يرى القبول بهذه التوصية؟ التوصية الواردة بالانضمام، لا أفهموني كلامي قلت من يرى تأجيل القبول بهذه التوصية إلى حين إتمام الدراسة فني، أنا على ذلك خلاص إذا مكتبه ساقه بطل لماذا؟ الاتفاقية الأولى إجراء الإصلاحات اللازمة لتعزيز سيادة القانون من خلال اقتراح بسرعة مشروع الدستور، هذه مقدمة من دولة فرنسا. ربع ساعة بريك. حقيقة تكلمنا كثيرا حتى مع البرلمان وبعض المواطن على أساس أنهم يحفظوا المسؤولية حتى يخرجوا الدستور، بس موقوف جدا ماشي الحال إذا كان لا وجود دستور، وإحنا عارفين أن الشيء صاير في الوضع. والحمد لله على ما كان نقول امبارح واليوم سمعنا أن في توافق حكومة توافقية في الاستخارات. وكره بعد ما تورط الضغط على كل البرامج، فإذا كان صار من الحكومة التوافقية حيكون في فرق كبير من الحكومة التوافقية القادمة ومن المجتمع الدولي على أساس إن هي عامل دستور إن هي اللي تكمل على كده. اللي سمعناه إن هو أعتقد في الأسبوع القادم اللي هو يوم 29 أعتقد لا من بعده يوم 29 أو يوم 25 سبتمبر حيكون في عرض في دانس أعتقد لهي الدستور للصياغة الأولية ولل المسودة الأولية للدستور، وحيتم عليها الصياغة كاملة وتوافق عليها من الهيئة الدستورية نفسها، وبعدين أعتقد في 20/10 هو الموعد النهائي لعرض على الشعب. إذا كان هذا صار منهم على يعني معقول جدا، لكن بعد ذلك حقيقة يكون في هلبة أو عديد من الناس اللي هي طالبة حتى بإقالة الهيئة الدستورية لعدم توافقها مع ما تمشى معها البرامج بتاعها وصياغتها وتشكيلها. فلذلك احنا لو ما نستعجلوش خلونا على الاقل نشوف النقاط هذه كلها نقاط توصيات جيده جدا، واعتقد انه في حد يتعارض معنا ونطالبوا بادماج العديد من النقاط ومن اللوائح اللي تفوق الانسان في دستورنا، واعتقد انها هي متواجده. اذا كان مش متواجده ممكن نتكلموا عنها، اعتقد لازم نشوفوا المسوده الاوليه وبعدين على ضوءها نقدر نتكلموا في اضافات والا ما فيش. بارك الله فيك. تقريبا كل هذه المراهنات ظهرت من حيث مبدا مقبوله وعامه، يعني تتناول الجانب الانساني والجانب الحقوق الانسانيه. متفقين على النقطه هذه؟ نحن الحقيقه باش نستفيد من الوقت نقول من يرى القبول بهذه المراهنات او هذه المراهنات يرفع يده ايضا. تقريبا نرى اعطيهم جلسه استراحه.